دعت منظمات العفو الدولية الحكومة الإسبانية إلى وقف ترخيص تصدير السلاح إلى السعودية. المنظمة قالت إن الدول التي لا تزال تقدم السلاح إلى التحالف الذي تقوده السعودية تخاطر بأن توصف بالتواطؤ في جرائم الحرب في اليمن. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في الرابع من سبتمبر الحالي أنها ستلغي بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية، غير أنها تراجعت لاحقا عن هذا القرار مشيرة إلى الحاجة إلى احترام العقد. إرضاء لزبائنها الأثرياء، تعيد الحكومة الإسبانية النظر في قرار وقفها بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية. هذا ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية تحث فيه مدريد على الامتناع عن تصدير السلاح للرياض، لا سيما بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب المدمرة على اليمن. المنظمة حذرت الحكومة الإسبانية مما أسمته تواطؤا في جرائم الحرب، فضلا عن تغليب المصلحة الاقتصادية على حياة المدنيين اليمنيين. الصفقة التي ألغتها مدريد في الرابع من سبتمبر الحالي، خاصة بعد غارة للتحالف السعودي الإماراتي على حافلة تقل أطفالا يمنيين، سرعان ما أعيد النظر فيها بسبب موجبات ما أسمته احترام العقود، وهي تتضمن بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية. هذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها المنظمة الدولية بوقف تدفق الأسلحة إلى اليمن، حيث يتم استهداف المدنيين في تجاهل تام للقوانين الدولية، وسط دعوات متكررة للتحرك الدولي. وردود الأفعال على هذه المطالبات تبقى محدودة من بعض الدول، فيما استهداف المدنيين ما يزال مستمرا حتى الحصار وقطع المساعدات عنهم، بل وتشهد العمليات العسكرية تسارعا في وتيرتها، وفي هذه المرحلة بشكل خاص في محافظة الحديدة المكتظة بالسكان، لتبقى البيانات الدولية مجرد استنكار وشجب أمام صفقات المليارات وحيتان المال. معنا عبر سكايب من برشلونة السيد مارك المودوفار الصحفي الإسباني. أهلا بك معنا سيد مارك. هذه النداءات التي تطلقها منظمة العفو الدولية ماذا تعني بالنسبة لإسبانيا؟ هل ستستجيب لها أم ستقدم مصالحها المالية؟ المشكلة المفروض هي ان هي بكره هيقرر اخر قرار بالنسبة لهذه الموضوع، بس مش باين اللي هي المفروض هي اسبانيا هتسلم هذه الاسلاح، رغم من في غير ما يعني في المنظمة هي العفو الدولية، ففي غيرهم يعني منظمات اخرى برضو طالبين اللي يقف كهذه التسليم عشان دول ضد الجرائم لحقوق الانسان. بس الحكومه الاسبانيه في تحت ضغط جامد بالنسبه لمشاكل اقتصادي بمشاكل مالي، عشان لو يقف هذه التسليم هيكون في تعصير لبعض العلاقات التجاريه. طيب ولكنها الغت يعني الغت بيع 400 قنبله موجهه بالليزر للسعوديه، كانت قد الغتها وربما كانت المنظمات الانسانيه في صدد الترحيب بهذا القرار، ولكن لماذا تراجعت إسبانيا فيما بعد؟ كما كنا بنقول هي وزيرة الدفاع الأسباني قالت إن هي عايزة تضعف هذه التسليم، بس الوزارات أخرى قرروا بيقولوا إن القرار دي مش 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 نهائي. فهي رئيس الحكومة بيدرو سانشيز طلعت في التلفزيون من يومين في مقابلة تلفزيونية في التلفزيون، هو قال ان القرار النهائي هو هيكون تسليم هذه الاسلحه. طيب هل من يعني بالتالي ما هي التداعيات المتوقعه في حال اصرت اسبانيا على تقديم مصالح الماليه الان، سيما وانها موقعه على يعني معاهده تجاره الاسلحه التي تحظر تزويد اسلحه لجرائم حرب؟ وفي المشكلة ان في مشكلة واحدة ان هو الشركة اللي هي شغالة في هذه المشروع في هذه الاسلاح اللي هي المصانع اللي بيصنعوا هذه الاسلاح هي في كاديث، وهم اغلبيتهم من الناس في كاديث عايشين من اصل هذه الشغل، فكان نازلين مظاهرات ضد هذه الموضوع. بس في الناحية الثانية اللي هي ضغط اللي كان في العلاقات القوية بين المملكتين اللي هو مملكة السعودية ومملكة أسبانيا، اللي فيها
هما في علاقات قوية جدا، وهو أكيد يعني في مصدر حريق الضغوط اللي غيرت قرار الحكومة الإسبانية. طيب المبرر الذي قدمته يعني دولة إسبانيا بأن التزامها بهذا القرار يأتي من التزامها بالعقود مع المملكة العربية السعودية، هل باعتقادك أن هذا المبرر كاف لتجنب غضب دولي آخر كانت قد شهدته الدول عندما استهدفت شاحنة يعني كانت تحمل الأطفال في اليمن؟ وبالتالي هل هذا مبرر يقي إسبانيا من أي رد فعل دولي غاضب آخر؟ يعني كما احنا كنا بنقول العلاقات بين المملكة السعودية ومملكة اسبانيا قوية جدا، في علاقات تجارية او اقتصادية قوية بين البلدين، وفي كمان ارتفاع جامد بين الاقتصاد لموضوع السلاح بين السعودية واسبانيا، في ارتفاع جامد بعد سنة 2013، يعني من 20 مليون اللي كانت نسبة الاقتصاد السلاح بين اسبانيا والسعوديه سنه 2013، من 2012 عفوا، نعم زاد ارتفاع ل 400 مليون في 2013. فدلوقتي هو العلاقات التجاريه بموضوع الاسلاح بقت قويه، فهي نسبه قويه من الاقتصاد بين البلدين، يعني ففوزه كبيره من محل القرار يعني. شكرا لك سيد مارك المودوفار الصحفي الإسباني، كنت معنا من برشلونة.